وبالعودة إلى الشأن المحلي وبالتحديد إلى محافظة الطفيلة، يأخذنا مراسلنا هناك في رحلة إلى منطقة الحمرة أو الوعر كما يسميها الأهالي أو أهالي المنطقة لاستكشاف سحر الطبيعة بين أحضان الجبال بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخب الحياة. بعيدا عن ضوضاء المدينة وصخب الحياة وتوتراتها، بين مجموعة من السلاسل الجبلية الممتدة إلى الغرب من محافظة الطفيلة على بعد ما يقارب 180 كيلومترا جنوبي العاصمة عمان، تقع منطقة الوعر كما يسميها أهالي المنطقة. الوعر نسبة لوعورة وحدة الطريق الواصلة إليها والممتدة على حواف الجبال الرملية المحيطة بها. فبعد المسير لمدة 3 ساعات مليئة بالمخاطر والمغامرة، تكافئك الطبيعة بالكشف عن أحد أسرارها المختبئة بين أحضان هذه الجبال على ارتفاع يزيد عن 150 مترا تحت مستوى سطح البحر. الحاج سلام العجارمي أبو محمد أحد أوائل رواد هذه المنطقة وأشهرهم، يروي لنا ما لديه عن المنطقة وغطائها النباتي والحيواني وقصة الصيد. منطقة الوعر سميت منطقة الوعر لأنها منطقة يعني يصعب السير فيها، يعني لا يستطيع السير فيها إلا البدن والنمر والوشق والصياد. وهذه المنطقة بتمتد من وادي الهيدان حتى العقبة، كل هذه المنطقة المطلة على واد عربة والبحر الميت سموها الحمرة أو الوعر. هذه المنطقة فيها غطاء نباتي اللي هو يعني أكثر ما ينوجد فيها اللي هو النخل البري، وفيها التين البري، فيها الصفصاف، فيها الرشراش، فيها اللزاب، شجر اللزاب اللي هو العاهر، فيها البطم، فيها البلوط. ولكن احلى منطقتنا في الطفيلي مثل ما قلت لك يعني الا النخل البري، الصفصاف، الرشراش على جنبات السيول، على وعلى انه في شويه اعشاب كمان تنمو في الوعر اللي بيعيش عليها الاحياء البريه مثل البدن ومثل بالنسبه للاحياء البريه المتواجده في الوعر كانت في الماضي كان فيها النمر ولكنه انقرض الان مع الصيد الجائر. الان فيها البدن، فيها الوشق، شايف فيها الوبر، ولكن كل ما ذكرت هذا الآن شرف على الانقراض بسبب الصيد الجائر. أنا بتذكر يعني إحنا كنا نروح رحلات صيد في السبعينات وفي أواخر الستينات، نروح سير على أقدام نمشي 20 كيلو 30 كيلو، شايف؟ بينما الآن عندك السيارات الدفع الرباعي والسيارات يعني بوصلنك لأي بسهولة. تعاقب سنين الجفاف، انحصار الغطاء النباتي مع الصيد الجائر، هذا قلص الثروة الحيوانية والغطاء النباتي في منطقة الوعر اللي هي اسمها الحمرة. روعة الطبيعة بأدق تفاصيلها تسلب الزائر لتعيده لبساطة الحياة، فلا كهرباء ولا هواتف نقالة ولا وسائل نقل، لا شيء هنا سوى الحياة البسيطة التي لم تشوهها يد الإنسان، لينفرد الزائر بنفسه وتكون المناظر الطبيعية الساحرة مؤنسه في النهار والنجوم مصدر الإضاءة في ليل الجبال السوداء. محمد الخمايسي لقناة رؤيا.